انا عارفه ان سيادتك مشغول دايما، الله يكون في عونك. هتعمل ايه اكتر من كده؟ بتشتغل 24 ساعه. ويا ريت عاجب يا بنتي. ما هي غلطه سيادتك، الكل لازم يعرف المجهود الشاق اللي بتبذله، الكفاح في سبيل زياده الانتاج. الشركه كانت امبارح ايه والنهارده بقت ايه بعد سيادتك ما تولتها؟ مظبوط يا بنتي، كلامك تمام. ما هو سيادتك يا فندم لازم تعمل دعايه للشركه، جميع الشركات بتخصص ميزانيه للاعلان. بصراحه يا بنتي ايه راي حضرتك في صوره الغلاف بالالوان؟ شوف ساعتك الماكيت اهو، مبنى الشركه على ارض الغلاف وصوره حضرتك فوق وجوه مقاله اعلانيه عن انتاج الشركه مجانا. مجانا؟ ايوه، يعني الشركه مش هتدفع غير ثمن الغلاف بس. كام؟ 150 جنيه. ده عشان خاطرك. لو سمحت امديلي هنا. مبروك. متشكر. شكرا. هو حضرتك مندوبة اعلانات في المؤسسة الدولية للدعاية والنشر. شكرا. موبيليا فخمة من النوع ده ازاي ما تعلنش عنها؟ الناس هتعرف منين؟ احنا بنوزع 10,000 نسخة، يعني 10,000 شخص هيقروا الاعلان. ده غير اللي بيقروا المجلات عند الحلاقين وفي القهاوي، وفي ناس بيستلفوها من الكشاك ويرجعوها تاني. امر نشر بصفحة. مجلة ظريفة ولطيفة، أنا أول مرة أشوفها. علشان ما بتعلنش فيها؟ من النهاردة هكون تحت أمرها. ده احنا اللي تحت أمرك. أشوفك في جروبي الساعة 6؟ مش لما يطلع الإعلان وترضى عنه؟ أنا راضي من دلوقتي، هتيجي؟ الحقيقة أنا مشغولة في المجلة ليل ونهار، متشكرة أوي. معلش يا فندم، مع السلامة. عليكي نور يا نجوى، اهو كده النشاط ولا بلاش؟ متشكره. الصور كلها ايه ومفيش غير نيجاتيف في الشركه العامه، وهنزل اطبعه حالا. ميرسي يا فاروق. ايه ده كله يا نجوى، بتجيب الموافقات دي ازاي؟ ده مخ مش مهلبيه. عادل يا عادل، عادل اهلا يا نجوى، تعالي اطلعي. يا عباس. تعالى يا فندم، تاخد الدوسيه ده وتديه لشوكت بيه شخصيا. حاضر يا فندم. اوعى حد تاني يستلمه منك. ما تخافش يا فندم. يلا مع السلامه. عادي. اهلا يا نجوى، تعالى. اخرت ليه؟ هو انت لسه ما خلصتش؟ لسه يا ستي. كنت فين؟ اما المنظر من هنا حلو بشكل. ما قلتيش كنت فين. يا سلام، والهوا حلو قوي. كنت فين؟ والشقه كمان نظامها حلو. نعمل هنا اوضه السفره، وهنا المكتب، والناحيه الثانيه اوضه النوم. ناقص اوضه كمان للاولاد، بتبقى شقه جنان. تعرفي يا نجوى، انا بحلم باليوم ده عشان تبقي ليا، ليا انا وبس. طب ما تشطر بقى يا باشمهندس، كل يوم تبني لنا عمارات اشكال والوان، ومش قادر تجيب لنا حته شقه نتجوز فيها؟ ولا على راي المثل باب النجار مخلع؟ مخلع قوي. انما ايه الحكايه؟ انت النهارده جايه رايقه أو مبسوطه قوي، انت كنت فين؟ وما انبسطتش ليه؟ طبعا جايبه ايراد 300 جنيه للمجله، يعني ليا 60 جنيه عموله. يا ريت يا نجوى تسيبي شغله الاعلان دي وتتعيني في اي وظيفه. انت بكالوريوس تجاره وممكن ايه؟ اقعد على مكتب وامضي حضور وانصراف؟ واقعد طول اليوم في ايد التريكو؟ لا مش ممكن. الحاجة اللي بحبها أحب تبقى ليا لوحدي وبس. الناس اللي بتقابليهم دول مش كايز يكون فيهم جرأة يا باشمهندس، أنت ما عندكش ثقة فيا؟ ما عنديش ثقة في الناس، خايف عليك يا نجوى، خايف. ما تخافش، هنا في مخ مش مهلبية، الرجالة أشكال وألوان، كل واحد له طريقة. المهم عندي أمر النشر يتمدي، أما إذا كان من إياهم أسيبه يخبط دماغه في الحيط. ما يقع إلا الشاطر. أنا شاطرة وما أقعش، خد بالك من نفسك. نجوى، روحي أنت دلوقتي وهكلمك في التليفون. لوحدي؟ معلش، في
في مشاكل لازم احلها مع المقاول. طيب هنروح فين الليله دي؟ وش معنى يعني الليله دي؟ الذكرى الثالثه لخطوبتنا يا استاذ، احنا لازم نحتفل بيها. انا مش فاهم المهندس ده طالع فيها ليه وحاطط مناخيره في السماء. يا سيدي الغربان الجديد ليه شد ورن، وبكره لما يتمرمط في كام عمليه يبقى زي غيره. مع السلامه. على البيت على طول، فاهمه؟ سلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام يا باشمهندس. حضرتك عايزني؟ اي خير. تحب نقعد لوحدينا شويه عشان نتكلم؟ لا انا يهمني ان تسوقي اسمع. اتفضل قول. اولا الخامات عايزه تعديل، المسلح مش حسب المواصفات، المقاسات متغيره، مش هي التخانه المطلوبه يا ريس حموده. الفرق هايف وما ياثرش ابدا. لو التخانه ناقصه ملي واحد تبقى مسؤوليه. هو انت هتفضل تنج كل شويه مره الاسمنت ومره الحديد؟ انت لازم تفهم ان انا بشتري من السوق السوداء، يعني بدفع الطاق عشرة. دي ارواح، ارواح ناس يا ريس حموده، مش هتقدر تقول سوق سوداء ابدا لما العماره دي تتهد على السكان. وايه اللي هيهدها؟ ما بلاش تشاؤم. خليك محبوح يا باشمهندس. في عمارات جديده كتير وقعت على سكانها، وده من الطمع والجشع والاستهتار. اسمع ما تطولش لسانك اكتر من كده معايا. انا مقاول 30 سنه في الشغلانه دي. ان شاء الله يكون 300. لو ما غيرتش المسلح دلوقتي حالا انا هروح لشوكت بيه واقول له. شوكت بيه؟ طب ما تروح له. مستني ايه؟ ما هو لو ما تصرفش شوكت بيه انا هبلغ النيابه. نيابه؟ عيب يا عادل، ده انت زي ولدي وما يصحش تتهمني بالسرقه. تعال معايا لما نشرب فنجان القهوه. ما بشربهاش. ومحدش يشتغل على المسلح. لا هو مشغول قوي النهارده. اتفضل. اهلا عادل. ايه زي الاحوال؟ كله تمام؟ شوكت بيه كان بيجيب في سيرتك. ده مبسوط منك قوي. لما قرا التقرير بتاعك قعد يضحك يضحك يضحك. انا خايف بعد كده يعيط. شوكت بيه يعيط؟ يا باشمهندس عادل الراجل بتاعنا جبل صخر، مش من النوع اللي بيعيط. يا استاذ يوسف الموضوع خطير. الخامات اللي بنشتغل بيها مش زي المواصفات. اظن كلامي واضح. الميزانيه 30,000 جنيه، الخامات اللي بنشتغل بيها ب10,000، يعني في اختلاف 20,000 جنيه. لو كان مشروع جناين او راس في شوارع كان مش مهم، لكن دي مباني، يعني في ابرياء هيموتوا. ما اقدرش اساهم في بناء عماره للموت ابدا. المقاول بتاعنا راجل عنده ضمير وبيفهم اكتر مننا. اهدى بس وتفضل اقعد. تاكد ان الدراسه النظريه في الكليه شيء والتطبيق العملي شيء تاني، يعني جايز انت بتحبكها شويه. هي من وجهه نظر المقاول ما تفرقش، اهو بيعوض حاجه بحاجه تانيه. على فكره شوكت بيه بيعزك قوي، ده بيفكر انه يبعتك المانيا عشان تتفق على الصفقه الجديده. بلغ شوكت بيه ان اديت امر الحموده المقاول ان العمال ما تشتغلش. وليه تضيع الوقت يا باشمهندس؟ ما هي دي عطله كبيره. انا مش هشتغل غلط، ولو شوكت بيه ما تصرفش هطلب النيابه. جراية عادل، انت واخد المساله جد قوي كده ليه؟ يعني ممكن اقابله؟ هاخد لك منه ميعاد وابلغك، بس ارجوك ما تتصرفش بتهور لغايه ما تقابل شوكت بيه. ارواح ناس وتقول لي ميعاد. اهلا يا متر، اتفضل. شوكت بيه في انتظارك. متشكر. اهلا وسهلا. اهلا بالبطل الهمام. اتفضل. اهلا اشجان.
الأستاذ مدحت المحامي في غنى عن التعريف. طبعا ده أشهر من نار على العالم. بس نار حنينة ما تحرقش. أنا شفت الأستاذ قبل كده كتير قوي. بس أنا ما تشرفتش. شفت صورك في الجرايد وقريت أخبار كتير عن حضرتك. مفيش قضية عصلجت معاه. القاضي أول ما يشوف وشه يحكم بالبراءة. عشان كده اخترتلك الأستاذ مدحت. السكان يا مدحت تعبينها قوي. عايزينك تقرصهم من ودنهم. أيوة النبي. تحت أمرك يا هانم. شوفي إمتى تحب تجيني المكتب ومعاك المستندات. بكرة زي دلوقتي. بالنهار بكون مشغول في المحاكم. يستحسن بالليل. حوالي 9 مناسب؟ أوكي 9 تمام هكون عند حضرتك. في انتظارك يا هانم. متشكرة أوي أوي. باي باي. مع السلامة. هتجيلك بكرة 9. 9 في الخير يا شوكة بيه. اتفضل يا أستاذ. العقود دي كلها عايزة الصياغة القانونية. وأدي الشيك مقدم الأتعاب. ألو. بعدين بعدين. مش دلوقتي. مع السلامة. مرات يا سيدي. رابع مرة بتكلمني بالتليفون عشان تفكرني اني عيد ميلادها الليلة دي. تحلف لها اني فاكر مفيش فايدة. على فكرة انت معزوم عندنا الليلة دي. ماما يا ماما يلا بقى يا ماما زمان عادل جاي. لسه ما ركبتهاش. يا خبر يا ماما هو انت بتفصلي فستان؟ لا بخيط السستة. والنبي انا ماليه غرض تخرجي. ليه بقى يا ست ماما؟ هو كل يوم يا بنتي ده برضه مهما كان لسه خطيبك. ما هو كده احسن يا ماما عشان اقدر ادرسه. 3 سنين ولسه ما درستهوش؟ هو دكتوراه؟ درسته وحبيته وبموت فيه. عشان خاطري بلاش تخرجي معاه باستمرار. جري يا ماما هو انا صغيره؟ قلت لك 100 مره انك مخلفه راجل. بس راجل حلو واسمه نجوى. الو ايه يا عادل ما جيتش ليه؟ طالعه لابسه ومستنياك من الصبح. معلش يا نجوى هتاخر ساعه كمان. سكرتير شوكه بيت اتصل بيا وقال لي اروح اقابل المقاول. الظاهر اتفقوا مع بعض انهم ينفذوا كلامي. كان في شويه حاجات في الشغل كنت انا معترض عليها. يعني لازم تعترض عليها النهارده؟ ما كنت خليتها لبكره. موضوع قديم هنهيه مع المقاول. ما تقلقيش هكون عندك بعد ساعة. أورفار مؤتم. مبسوطة؟ خياتي السوستة بقى على مهلك. أهلا يا متر. أهلا أهلا شوكة بيه. أول مرة تزورني في بيتي. ده شرف كبير. العفو يا شوكة بيه. اتفضل يا متر. متر متر دي مراتي. الو مين؟ انا يوسف. بتقول ايه؟ امتى؟ ايه في ايه؟ عمودة اتقتل. اتقتل؟ ازاي؟ امتى؟ مين اللي قتله؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا لقيت الباب مفتوح ولما دخلت لقيته مرمي على الارض. افتكرته مغمى عليه. حاولت افوقه لقيت ايديا كلها دم. مفيش لحظة لحظة. البوليس جه وقبض عليا. جه منين؟ نفسك يا عادل. كلها يومين والتحقيق ينتهي وهيظهر القاتل وانت ان شاء الله بريء. صوروني عشان ينشروا صورتي ويقولوا عليا ان انا مجرم. انا مجرم انا مجرم.
عادل هيبان الحق وهينشروا صورتك تاني ومعها تكذيب وهو كله داعية لك. ده في ناس بتدفع فلوس علشان صورها تتنشر في الجرايد. ما تضحك بقى يا عادل، انا متأكدة انك بريء، بس الحكاية فيه سوء تفاهم. يقبضوا عليا ويدخلوني السجن ويعملوني على اني قاتل؟ مش ممكن. اللي بيني وبينه ما يخلينيش اقتله، مش ممكن. انا هوكلك اكبر محامي في البلد. عادل ازاي انا مدهش؟ محكمة! ربنا معك يا عادل. مصلحي عبد الكريم. اسمك وسنك؟ مصلحي عبد الكريم، ساقط مواليد. تشتغل ايه يا مصلحي؟ أنا بواب لعمارة يا بيه. قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. إيه اللي تعرفه؟ معرفش حاجة يا بيه، غير إني شفت الأخ داخل العمارة، ولما سألته عايز إيه؟ قال لي شقة حمودة. هو موجود؟ قلت له اتفضل، طلع. أها. بعد شوية لقيت عربية البوليس وقفت، ونزل منها المباحث والمخبرين. طلعت معاهم على ملا وشي. لقيت المرحوم مرمي على الارض وايدين الاخ مليانه دم. خبر اسود. ليه اتقتله؟ حاجه تجنن. قبضوا علي وسجوني قدامهم انا كمان. من ساعتها نفسي موجيم. وما سمعت الصوت عيار نار؟ والله يا بيه المرحوم كان ساكن في العلالي، يعني لو قنبله انفجرت عنده ما اسمعهاش. اصلا انا سمع تقيل طبيعي. مين دخل عمارة قبل عادل أو بعده؟ قبلية مفيش حد، لكن بعدية المخبرين والمباحث. أنا قاعد مفتح قوي وعيني مفنجلة. ما هو البواب الحارس المؤتمن على السكان يا بيه. مين اللي بلغ البوليس؟ ما عارفش يا بيه، لكن البوليس ما محتاجش الحد يبلغه. ده بيشم ريحة الجريمة وهي فاخر الدنيا ويروح عليها. المهندس عادل كان دايما بيتخانق مع المعلم حمودة. وإيه كان سبب الخناقات؟ اتكلم. والله يا بيه أنا كنت بسمع طراطيش كلام، إن المهندس عادل طماع جشع عاوز يختصر في الخامات، يعني يبقى المقاول طافح الكوتة ويادوب مغطي حاله يجي يلاقي مسلح ناقص أسمنت متاكل. أنا شخصيا بقيت متغاظ، لكن كاتم في قلبي. ما حصلش، ما حصلش. كذاب كذاب. حضرت اخر مره اتخانقوا فيها مع بعض؟ حضرتها يا بيه، وكنت حمامه سلام في وسطيهم، لكن الطمع كان مالي قلب المهندس عادل. مسك المرحوم حموده من زماره رقبته وقال له لو جبت سيره لحد هقتلك. انت سمعت الكلام ده بنفسك؟ ده انا كنت وسطيهم. المتهم جالي فعلا وتحايل عليا اجس النبض. هل حموده اشتكاها لشوكت بيه ولا لا؟ طيبت خاطره وقلت له سوي امورك مع حموده. المتهم بيقول انك اتصلت بيه عشان يروح يقابل المجني عليه. ابدا يا فندم، ما حصلش. المرحوم حموده كان من المقاولين اللي انا بعتز بيهم. سمعته، اخلاقه، متمسك دايما بالفضيله والحق. الله يرحمه بقى، كان راجل صالح جدا. الناس الطيبين ما لهمش بخت. من ذا الذي اخطر النجده وطلب منها الحضور؟ أين هو؟ لماذا يخفي نفسه وقد قام بعمل المواطن الشريف؟ رأى الجريمة فأبلغ الشرطة في التو واللحظة، لدرجة أنهم قبضوا على موكلي قبل أن يتمكن من الهروب، تجاوزا أنه القاتل. إن موكلي لا يعلم شيئا عن هذه الجريمة. قتلوا المجني عليه وطلبوا من موكلي سرعة الذهاب إليه للتفاهم معه، ولما كانوا على ثقة بأنه سيذهب فورا لأنه حسن النية، طلبوا النجدة وأخطروها بوجود الجريمة، وبهذا قبض على موكلي ظلما وعدوانا. يحاول زميلي أن يصور المتهم على أنه طفل بريء، حمل وديع. إنه يضرب بشهادة الشهود عرض الحائط.
أركان الجريمة متوفرة، أما من الذي أبلغ النجدة فهذا لا يفيد القضية إن كان زيدا أو عمرا. كثير من المواطنين يبلغون عن حوادث أو جرائم دون أن يذكروا أسماءهم، خوفا أو حرصا من أن يتعرضوا للشهادة أو طلب التحقيق معهم أو احتمال وجود عوائق شخصية تحول دون ذلك، ولهم عذرهم. ثبت من أقوال المتهم نفسه أنه على خلاف حاد مع المجني عليه، ولفظ حاد هو الذي لفظه المتهم بلسانه. ألا يجوز أن يؤدي هذا الخلاف الحاد إلى القتل؟ حضرات المستشارين، إن المجرم الماثل أمامكم في قفص الاتهام قتل نفسا حرم الله قتلها إلا بالحق، فلا بد له من قصاص، ولهذا أطالب بتعويض كحق مدني لصالح عائلة موكلي. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم عادل إبراهيم عزت بالأشغال الشاقة المؤبدة. ده ظلم، ده ظلم. أنا بريء، أنا بريء، 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 يا رب بريء. عملت اللي اقدر عليه، الادله كلها ضده والشهود اكدوا توافر اركان الجريمه. انا متاكده ان عادل بريء، ما قتلش ومش ممكن يقتل. فين الدليل؟ اديك سمعت شهود الاثبات. يعني دي عمره في جريمه ما ارتكبهاش؟ مش عارفه ليه كل الناس ضده، حتى المحامي زي ما يكون بينهم عداوه. مدحت ما يهموش غير التعويض، الورثة تاخد تعويض مناسب. عنده ضمير قوي. أعصابك يا بنتي، اهدي شوية. عادل بريء، أنا متأكدة إنه بريء. وإحنا شعرفنا يا بنتي. عادل يقتل؟ ممكن يقتل؟ يا بنتي الشيطان وحش. لا، عادل اتحب الظلم، أنا واثقة من كده. هو أنت كنت معاهم؟ مادام ما شفتيش حاجة بعينك ما تحكميش، ولا انت هتفهمي اكتر من نيابه؟ يا ماما عادل كان بيحكي لي على كل حاجه. احمدي ربنا ان ده كله حصل قبل كتب الكتاب. لكن ده ضحيه يا ماما، حرام. يا بنتي ما تخليش الحب يعمي عينيك عن الحقيقه. الحقيقه انه مظلوم وانا متاكده من براءته. خلاص، روحي للنيابه وقولي لهم انك متاكده من براءته، يمكن يسمعوا كلامك. وانت عامله ايه؟ ماما كويسة؟ مش ناوي تسيب الشغل اللي انت فيها؟ انت على طول في بالي يا نجوى، دايما. انا بتعذب يا نجوى، مش طايق السجن، مش طايقه. عذابك مش هيطول يا حبيبي، انا حامل مستحيل عشان اثبت براءتك. شفتي الناس؟ شفتي؟ كلهم كذابين، كلهم ضدي. ليه؟ انا عمري ما اذيت حد، انا ما اذيتش حد. ليه ضدي؟ ليه؟ مهما يكذبوك انا مصدقك وهفضل جنبك. وتضيعي حياتك معايا ليه؟ انا خلاص عمري كله راح. وعمرنا كمان يا عادل. انا مش هسكت، مش ممكن هسكت. اوعي الناس يا نجوى، خدي بالك من نفسك. ربنا معاك يا عادل، ما تقلقش، انت هتطلع براءة مهما كان الثمن. قضية يا بيه، انما ايه؟ ورد على غصن بان، ريحتها من الجنة. طالبة مقابلة سعادتك عشان سعادتك تقطفها. ده انت بقيت شاعر اهو. والله يا بيه من جو الحدادين كباب ناره. خليها تتفضل. حاضر.
اتفضلي يا استهاني. تسمح لي بخمس دقايق من وقتك؟ تحت امرك، اتفضلي. ميرسي. الحقيقه انا سمعت عنك كتير وكلهم قالوا لي مفيش غيرك يمسك القضيه. خير ان شاء الله. قضيه عادل عزت المتهم بقتل حموده المقاول. لا مؤاخذه يا هانم، اللي قالوا لك كده خدعوكي، لان انا محامي المجني عليه. علشان كده جيت لك. ممكن اعرف المتهم يقرب لك ايه؟ يقرب لي ايه؟ اخويا. مشاعر الاخوه شيء جميل، لكن ازاي تخيلت اني ممكن ادافع عنه؟ لاني هدفع لك دافع اتعابك. انا قبل ما اجي عرفت عنك حاجات كتير. ما تحبش اللك والدوران، ودي برضو طريقتي. التعامل معاك واضح ومعروف، على طريقة هات وخد، وده يريحني قوي. ما بتستخباش ورا برفان القيم والأخلاق، وبكده بنقصر الطريق. أصلي ما حبش المشي كتير، إيه رأيك؟ ومين قالك إنك تساوي ده كله؟ عينيك واثقة من نفسك؟ 100%، عشان بعملك بالأسلوب اللي يعجبك. طيب والأتعاب؟ الأتعاب بعد البراء. شوفي، قانونا لا يجوز، لازم المقدم. هسيبك تفكر وهرجع لك تاني. باي. اتفضل يا بتر. كل قضية وانت طيب يا راجل يا طيب. ايه؟ مالك؟ انت عارف ما نقدرش نطلع من ميزانية الشركة اكتر من كده. على العموم خد الشيك ده النهاردة، وبعد يومين هدفع لك المبلغ من حسابي الخاص. انت خدماتك للشركة كبيرة، تستاهل كل خير. اذا كنت عايز تحدد مبلغ معين أمر، ايه اللي يرضيك؟ الحقيقة. حقيقة ايه؟ عادل عزت ما هو مرمي في السجن. ظلم. القضية انتهت والحكم اتحكم، ودوسيه القضية اتحفظ خلاص، اطمن. مش جايز ينفتح تاني وتظهر أدلة جديدة تلغي القديمة؟ وضح كلامك يا أستاذ مدحت. تقصد إيه؟ متهيألي إن عادل بريء. والتهيؤات دي جات لك إمتى؟ إمبارح في المكتب. وأكدت لي إنه بريء. تهيؤات؟ لا. أخته. لازم حلوة وجذابة، عشان كده جذبتك ليها وعايزاك تهجر حبايبك. لا يا متر، من فتى دي متاه. انت طول عمرك معانا، لا يوم سألت ولا يوم رجعت في أحكام. دي عشرة عمر، ما تخليش العاطفة تغلبك ابدا. انت محامي الشركه اللي بتعتمد عليك في حل مشاكلها، وبتنفذ لك طلباتك وزياده. المره دي هنختلف مع بعض.
تأكدي يا وردة هانم. نجوى، أنا اسمي نجوى. إنما عندنا إحنا بقى وردة مفتحة. ده الأستاذ بيذكر فيكي بشكل ما تتصوريش. يعني هيمسك القضية؟ طبعًا، أنا من يوم ما اشتغلت معاه ألاقيه دايمًا يحب يمسك القضايا اللي من النوع ده، يمسكها وما يسيبهاش إلا بالبراءة. مفهوم. اتفضلي. شكرًا. اتفضلي. صباح الخير. اهلا وسهلا، اتفضلي. بكره تروح المحكمه وتنسخ لي القضيه. حاضر يا استاذ. قدامنا 15 يوم عشان نوصل فيهم لادله جديده ونطعم في الحكم. افهم من كده ان حضرتك قبلت القضيه؟ طبعا، حد يشوف العيون الحلوه دي وما يقبلهاش. اتهمتني بالقتل. ليه يا راجل القانون والعدالة؟ انت متأكد ان انا اللي قتلت حمودة؟ بشرفك متأكد؟ الشهود يا عادل كدابين، كلهم كدابين. انا رحت لقيته مقتول. عادل هدي اعصابك، انا جاي لك عشان اساعدك. انت؟ ايوه عادل، عشان تقدم طعن في الحكم لازم يكون في دليل تقتنع به النيابه لاعاده التحقيق. عشان كده عايزك تحكي لي كل اللي كان بينك وبين حموده. اتكلم، ما تضيعش وقت. راح قابله في السجن. ولو مش حاسس انه بقى خطر؟ يورينا شطارته. نتفاهم ويا احسن. لازم يجي يركع ويقول انا اسف. ما انت عارف اكتر مني، صنف عنيد له اسلوب مخصوص في التعامل معاه. وانا اسمي شوكت، يعني لازم اكسر شوكته. صباح الخير يا يوسف. صباح النور يا ستانا. ماليش مزاج يا دلال، مخي مشغول، مش هقدر اخرج. لو قعدت معايا شويه في النادي هترق وتبقى عال. معلش، روح انت، روح معايا يا يوسف. بس كنت عايز اخلص الموضوع مع سعادتك. ما تشغلش بالك، روح مع الهانم. زي ما تحب. روق يا زمل. الله، ما تروق امال، خد لك نفس. انفخ النفس، هي الدنيا كده نفخه، ما تستاهلش منا غير نفخه. الله، وبعدين معاك هتفضل شايل هم كده لامتى؟ تصدق باللي خلقك؟ انا عشرت الناس اللي بره والناس اللي جوه، ما لقيتش احسن من اللي جوه. هنا لا مؤاخذه فاهمين بعض، ده مخدرات، ده ناشط، ده قتل، فاهمين اللعبه وورقنا مكشوف. لكن بره والعياذ بالله هيصه مولد، ما تعرفش النشال من البيه ولا القاتل من المقتول، كلهم يا ولدي متلخبطين على بعض كشري. بس انا مظلوم يا دؤدؤ، مظلوم. لما تكون مظلوم جوه السجن احسن ما تبقى ظالم بره السجن. مستقبلي ضاع يا جدع. ربنا كبير، ثم ان المحامي بتاعك واد عتره، سمعته زي الطبل البلدي، شاطر وما عندوش ذمه، يعشق الجنس اللطيف. يوم ما تروح لواحده حلوه ما ياخدش اتعاب غير الرضا والسماح.
يعشق الصنف الحنين ويتوه في الحب توهان، وبقدرة قادر يقلب الجناية جنحة وتطلع براءة. اهلا وسهلا، اتفضل. سالت عليك في المكتب، قالوا انك في البيت وعايزني فجيت لك. اهلا وسهلا، اتفضل. ميرسي. احنا مش هنتكلم في القضيه؟ طب مش لما اقوم بواجب الضيافه؟ ويسكي؟ ميرسي، مش عايزة. أنا حاسة إن بيتي تمام. أنت فعلا في بيتك. إحنا أخبارنا إيه؟ أنا زرت عادل النهاردة. بصراحة كنت شاكك فيه، لكن لما قعدت معاه أقنعني إنه بريء. هو أنت كنت لسه مش متأكد من براءته؟ المحامي له الأدلة والمستندات، ومن واجبه إنه يوضح موقف موكله ويقدم أدلة البراءة للمحكمة. حتى لو كان موكله مش على حق. شوف، إحنا مش عايزين ندخل في التفاصيل. أنا محامي وفاهم كويس الواجب اللي عليا والحق اللي ليا. المهم إننا اتفقنا مع بعض. انت بتمطلي في دفع الحق، لكن معلش انا احب اطول بالي على الزباين. اشكرك على الثقه دي. نتكلم دلوقتي عن القضيه. القضيه بعد ما درستها لقيت اننا لازم نبدا بالشهود الثلاثه، البواب مصلحي والملاحظ دسوقي ويوسف سكرتير شوكت. اعتقد اننا لو قدرنا نخلي واحد من دول يقول لنا الحقيقه هنبقى مسكنا طرف الخيط الاول، ومنه نقدر نوصل للقاتل. ما تخافيش، مش هتكلم عن الاتعاب النهارده. صباح الخير. صباح النور يا ست هاني. انت مش فاكرني ولا ايه؟ تقصد البواب الاولاني؟ ما هو ولد عمي برضك. امال هو فين؟ مصلحي رجع بلده ابنوه. ده انا كنت عايزاه ضروري. لكن الشقه الفاضيه جالها هوانهم كتار بالزوف، ولما بيعرفوا ان انقتل فيها قتيل يجروا يقولوا يا فكيك. لكن باين عليك قلبك جامد قوي. متشكره. طلعت انت كمان خوافه زي باقي الهوانم. سافر ابنوب. لو تحت الارض هجيبهولك. انا واثقه من كده.
ايوه يا ترانك ابنوب انا معاكي. مين؟ ازيك يا بتر؟ ثانيه واحده. مدحت بيه الاستاذ محمود في ابنوب. ايوه يا محمود عملت ايه؟ بتقول ايه؟ طيب ارجوك تهتم جدا، ده متوقف على شهادته براءة واحد محبوس. مع السلامة. راح يتجوز. وبعدين؟ ولا يهمك. ده اللي ممكن. ولا يهمك، ما تخافيش. محمود زميلي هيفضل وراه لحد ما يجيبه. ادخل. في زبون بره عايز يقابل سعادتك. مش فاضي. دي قضية مهمة ومستعجلة. يا سيدي عندي الأهم منها. ربنا يديك الصحة. هقوم بقى. طيب مش هنتعشى سوا؟ لما تجيب لي خبر حلو. باي. ازيك يا ريس تسوي؟ اهلا مدحت بيه. الشغل كويس؟ ولا ايام المرحوم حموده كانت احسن؟ ايه الله يرحمه بقى. يا اخي الراجل ده باين عليه مات اوانطة. ما انت عارف يا بيه، ده انت محامي الشركه وربنا يستر على الكل. بيني وبينك انا متهيالي ان عادل ده مظلوم. يا بيه ياما ياما في الحبس مظالم. ايه يا متر؟ في حاجه؟ لا، ده البيب دردش معايا شويه في قضيه المرحوم. ما انتهت خلاص. ده راجل غلبان يا مدحت بيه، ابعد عنه، عنده عياله وبيشقى عليهم. هو مدحت بيه ماله؟ ساب الشركه. خلي بالك منه وما تندليش معاه في الكلام. السلام عليكم. جبت التلفزيون يا ابو محمد؟ مبسوطة يا ام محمد؟ بقى عندنا البوتاجاز والتلفزيون. يا اخويا دي العيال كانت هتتجنن. شايفين كل سكان العمارة عندهم تلفزيونات الا هما. عارف ناقصنا ايه يا ابو محمد؟ عارف. التلاجة. عليك نور. ده بابا بيفهمها وهي طايرة. يا نصيبتي يا ابو محمد، ده انا نسيتها. ايه؟ التلاجة؟ لا، في واحدة ست عايزاك جوه. والله واحدة ست؟ امال واحدة راجل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. مبروك على البوتاجاز والتلفزيون. الله يبارك فيكي. ويا ترى التلاجة هتيجي بنفس الطريقة؟ يا ست هانم، تفتكر الفلوس اللي بتيجي من الشهادة الزور وبيع الضمير والحرام هتغنيك؟ هتخليك سعيد؟ انتي قصدك ايه؟ انت فاهم كويس. انا اخت عادل عزت اللي شهدت عليه، وانت بتشهد كان باين عليك ان ضميرك بيعذبك. انا عارفه انك محتاج علشان تسعد ولادك وبيتك، بس انت رميت انسان بريء في السجن بيتعذب بين اربع حيطان. انت دلوقتي بتتألم من جواك ومش هيجيلك نوم الا لما تقول الحقيقه. حقيقه ايه اللي انت عايزاني اقولها؟ مين اللي قتل حموده؟ خايف؟ هما ادولك كام؟ معرفش معرفش، ده موضوع راح وانتهى. ما انتهاش. مهما يطول الزمن الحقيقه لازم هتبان، وهتودي وشك فين من ولادك. اعملي معروف، سيبيني في حالي. مش عايز تتكلم؟ يا ست انا عاوز اعيش. قول اتكلم، ما تخافش. بقى يا اخي خايف منهم ومش خايف من ربنا؟ يا ست يا ست حرام عليكي، سيبيني سيبيني. هسيبك هسيبك لضميرك ونفسك، هما اللي حاسبوك. حاسبي يا ست انتي. مش عايزينهم يصحوا ابدا، هنغرقهم بالفلوس. عندك مانع نتصالح مع مدحت عشان تريح اعصابك؟ انت خايف؟ مدحت نقطة ضعف الستات، ما دام فيه واحدة ست ما تهموش الفلوس، خصوصا إذا كانت حلوة زي أخت عادل.
دلال عند الكوافير. خد عربيتك وروح هاتها. امرك ايه يوسف؟ ايوه. ابعت لي الدوسيه بتاع عادل عزت. من عينيا. ليه الناس مش عايزه تتكلم؟ عارفين الحقيقه وخايفين، خايفين حتى يشاوروا على المجرم. واخدين تمن سكوتهم. فلوس؟ الفلوس ممكن تغير الناس، تقتل الضمير والشرف وتلغي الكرامه. طول عمرها كده. المجتمع نفسه ما بيحترمش غير اللي معاه واللي معهوش. يعيش ذليل زي تسوقي تمام. والنتيجه؟ انا عايز اعمل حاجه، لكن زي ما انت شايفه، واحد بيتجوز والتاني مش عايز يتكلم. والتالت؟ التالت ده ما نقدرش عليه، لانه الكلب الوفي المخلص لسيده شوكت بيه. يعني مفيش امل؟ يعني مفيش امل. هفضل كده يا نجوى؟ يا عادل يا حبيبي، انا مش ساكته، انا بحاول اعمل حاجات كتير وربنا معانا. والمحامي مش عايز يتحرك ليه؟ مش بيقولوا بيعمل معجزات؟ مش عايز يتحرك ليه؟ هو متأكد من البراءة، بس لازم الدليل. ما تسيبينيش يا نجوى، ما تسيبينيش اموت في السجن. انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا عادل، وهفضل طول عمري جنبك يا حبيبي. عادل انت لازم تستحمل، وربنا عمره ما هيتخلى عننا. ما تسيبينيش يا نجوى، ما تسيبينيش اموت في السجن. ما تسيبينيش يا نجوى، ما تسيبينيش اموت في السجن. ما تسيبينيش يا نجوى. بعدين بقى. اتفضل. ممكن مع السلامة؟ لا مش ماشي. مش عايزة سابق يا اخي. ليه؟ اتفضل مع السلامة. جرايه يا واد انت، يا واد انت تعالى هنا. انت بتستظرف يعني ولا بتستحت ولا عامل ايه؟ امشي من هنا، خد ما تعملش وشك. خد العجله بتاعتك هكسرها على دماغك ودماغي اللي خلفوك. امشي. عادل الله، هو احنا كل ما نخرج تعمل كده؟ مش طايق يا نجوى، مش طايق. Thank you.
لسه بتفكري فيه؟ ما ربنا عوض صبرك خير. عريس وعربية طول بعرض. تشوفيه تقولي مليونير. وهو فعلا يا بنتي مليونير. يا ماما أرجوكي، كلمة قلتها مش هتجوز. يوه، إياك هتترهبني. أيوه. على أي حصر؟ أنتِ من يوم ما خطبك وأنتِ زي ما أنتِ. إيه اللي اتغير فيكي؟ بتشقي ليل ونهار وهو ولا على باله. ماما، أرجوكي ما تجيبليش السيرة دي تاني. لا، أنا مش هسكت على كده أبداً. أنتِ لازم تبص لنفسك وتتمتعي بشبابك. ولا عاوزة تتبالي قبل الأوان والعرفان تهرب منك. يا ماما عادل هيخرج من السجن وهنتجوز. ما انت ليس اهو مش لاقي واحد يقول لك كلمه حق. هو واحد اللي فاضل، ان ما قدرتش عليه يبقى ربنا معايا. لا نجوى هاني ما جاتش؟ لا بيه. ولا اتصلت؟ لا بيه، مفيش غير قضية عمارة المنيل جلستها بكرة. طيب قول لعبد العظيم يبقى يروح يأجلها. يا بيه مش معقول الكلام ده، ده أنت بقالك كتير ما بتحضرش أبداً. أوه. ألو؟ المؤسسة الدولية للدعاية والنشر؟ الآنسة نجوى موجودة؟ طيب متشكر. بقالي يومين ما شفتهاش. مساء الخير يا استاذ فرج. انت فين يا ست نجوى؟ ده قلب عليك الدنيا واتصل بيكي مليون مره. اتفضلي. متشكره. مساء الخير. كنت فين؟ الشغل يا متر. مش تتصل بيا، لازم اطمن عليك باستمرار. طب اطمن. مش معقول. ايه ده؟ لما قلت لي ان الشاهد التالت هو اخر امل بالنسبه لنا فكرت مفيش انسان في الدنيا من غير نقطه ضعف. جرسته ودي كانت النتيجه. وازاي قدرت تصوريهم؟ بطرق الخاصه يا استاذ. شيء غريب، مفاجاه مذهله. انا ما اتفاجئتش ولا اتخضيت كده زيك. الناس اللي تكذب وتبيع ضمايرهم علشان الفلوس مش كتير عليهم الخيانه، ويوسف واحد منهم، واحد من عالم عايشين فيه، وانت بالذات محتك بيهم اكتر مني. بتتعامل معاهم وبتدافع عنهم، ما يهمكش غير المقدم والمؤخر من الاتعاب. ما تزعلش مني، دي احكام المهنه. نجوى، انا كل يوم بشوفك بيزيد اعجابي بيكي.
نجوى، أنا أنت محامي ممتاز، مسكت القضية من غير مقدم أتعب. أنا عايز أكون معاك على طول، حتى بعد ما أثبت براءة أخوكي. في أمل في البراءة؟ وأمل كبير في إنك تفضلي جنبي. طب شد حيلك بقى، ده أنت في إيدك سلاح هيخليه أنت غصب عنه. باي باي. أهلا يا متر، أنا آسف اتأخرت عليك. بصراحة شوكت بيك كان واثق إنك ما تقدرش تستغنى عنه. ده أنتوا طول عمركم مع بعض، وبيني وبينك أنت تسرعت في الحكم عليه. ده صاحب فضل على ناس كتير، وما تأخذنيش علينا إحنا كمان. أنا شخصياً ما أقدرش أنسى أفضاله عليا. جيت عنده وأنا تقريباً ولا حاجة. فضل يساعدني لغاية ما بقيت حاجة تانية. نعد ليه الإيد اللي بتوكلنا. ما يصحش أبداً يا متر. نخون اللي استأمننا على بيته. ما تقف قدام مراية وتقول الكلمتين دول لنفسك. مدحت بيه، أرجوك أتوسل إليك، ده مش كويس أبداً علشاني. أنا الصور دي ممكن تروح لشوكت بيه. اعمل معروف. عشان تاخدها دلوقتي لازم تجاوبني على سؤال واحد. أنت اللي قتلت حمودة؟ أنا لا، أنا مش ممكن أقتل. أمال مين؟ معرفش معرفش. اتكلم. أنا إذنك أستاذ مدحت. حاولك. خلصني يا شوكت بيه من المهندس ده بأي طريقة إن كانت. حصل حاجة تاني؟ هو أنت ما عرفتش اللي جرى؟ أي يوسف قال لي. وساكت يا بيه؟ هنحاول نديله قرشين ونسكته. لا يا بيه، ده واد رش ونسفة زي الحجر ومجبصة ومتمسك برأيه. هيعمل إيه يعني؟ يبلغ النيابة وأدخل أنا السجن. أنت قلبك خفيف أوي يا حمودة. بقى قضية زي دي هتجر وراها بلاوي كتير، واحنا مش عاوزين نفتح على نفسنا فتحه ما نقدرش نسدها. يكون في علمك انا ما اتسجنش لوحدي. دي المستندات اللي تربطنا سوا يا شوكت بيه. الكلبش الحديد اللي يودينا السد لو النيابه طلبتني. اعلى حموده، انا مش ممكن اتخلى عنك. اه اه علي انا كمان؟ ده احنا فاهمين بعض جو جو يا شوكت دي. اي وطلبت عادل بالتليفون ودبرت كل حاجه طبعا. ايوه علي حموده، علي حموده، علي حموده، على حمودة، على حمودة، على وطلبنا البوليس كمان.
اطلع. والشهود؟ شوكت بيه اتفاهم معاهم. توعدني انك ما تجيبش سيرتي؟ انا دايما اوفي بالوعود. يوسف. ايه؟ هات المستندات عشان اديك النيجاتيف بتاع الصور دي. الو نجوى، ضروري اشوفك الليله، عندي خبر هيفرحك قوي، ادله جديده تؤكد براءه اخوكي. دينا دليل براءة اخوكي. يعني هيعيدوا تحقيق القضية؟ بكرة هروح اقابل النائب العام، وكلها كم يوم وعادل يبقى معانا. انا مش عارفة اشكرك ازاي. يعني راضي عني؟ طبعا. بحبك يا نجوى، بحبك. لانك حبيت الحق، حبيت الناس كلها، هو ده الحب الحقيقي. وانت يا نجوى بتحبيني؟ مدحت، انا عايزه اروح، تعبت. هشوفك بكره. طبعا. Thank you.
بحبك يا نجوى، بحبك. وانت يا نجوى بتحبيني؟ ما تسيبينيش يا نجوى، ما تسيبينيش اموت في السجن، ما تسيبينيش اموت في السجن. انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا عادل، وهفضل طول عمري جنبك يا حبيبي، وهفضل طول عمري جنبك يا حبيبي. نجوى، هو كل الناس عندك بقى اسمهم نجوى؟ انا شوكت، لازم اقابلك، موضوع مهم ما يحتملش التأجيل. واضح انك هتتغلب يا شوكت بيه. مستحيل، لان لاعب ممتاز. اسال عليا ملوك البلياردو يقولوا لك ان عمري ما اتغلبت. مش قصدي البلياردو، سواء بلياردو او فوتبول، المهم النتيجه. الكره جوان، هات وخد، والشاطر اللي حط جون. وانت يا متر بتجري في الملعب والكوره مع غيرك. بالعكس، الكوره في رجلي ومثبتها في الارض كويس، وهشوط الجول في جلسه النقض، والمتفرجين هيسقفوا لي. يبقى هتدخل جول في التيم بتاعك، واللي هيسقف لك انا. يا مدحت، انت كنت شبل صغير وانا اللي مرنتك، ما يصحش تلعب مع التيم اللي بينافسني، ده مش لمصلحتك. لمصلحه وظيفتي كمحامي. النهارده بس افتكرت الوظيفه والمهنه والشرف والمسؤوليه والضمير والمثل. كل ده كان فين السنين اللي فاتت؟ الإنسان الأعمى لما بتحصل له معجزة ويفتح لازم يبص على اللي حواليه. لو ليه نفسه في أم لازم يخرج منه، وإلا ما يبقاش في فرق بين المفتح والأعمى. أسلوب راجل عاطفي مش راجل أعمال. اللي أنت بتحبها على إنها أخت عادل تبقى خطيبته. هي وعادل مخطوبين لبعض من 3 سنين. رسمت عليك الحب علشان تتفق معاها ضدي. اظن انا اللي فتحت عينيك من غير معجزه ولا حاجه. ومن الواجب انك تسيب الملعب فورا وتنسحب. كدابه، خاينه، خدعتيني. انت اللي خدعت نفسك. عايز مني ايه اكتر من اللي اتفقنا عليه؟ انا بحبك، بحبك. الحب ما تعرفوش، ما جربتوش، عمرك ما حبيت. اللي زيك ما بيحبش بقلبه. انت بتخدع نفسك يا استاذ. ابدا يا نجوى، صدقيني صدقيني، انا بحبك، ما اقدرش اعيش من غيرك. الحب حاجه واللي اتفقنا عليه حاجه تانيه. الحب عمره ما كان بتمن، وانت عايز التمن. عايزاني ادافع عن شخص انت بتحبيه؟ وايه المانع؟ الحب ما كانش مكتوب في عقد اتفاقنا. يبقى نلغي العقد ومش هدافع عنه، خليه محبوس وتعذبي لانه بعيد عنك زي ما انا هتعذب لانك بعيد عني. انت اللي هتخسر كل حاجه. انا اديت لك فرصه تدافع مره عن بريء مظلوم، حبيت اصحي ضميرك. يعني من يوم ما جيت وانت بتخدعيني مش كده؟ كنت في لحظه ياس، ما كنتش عارفه انا بعمل ايه. يمكن لو كنت طلبت مني روحي كنت اديتها لك، لاني كنت ضعيفه وعشان كده صدقتني. ويمكن اقدر اخدك للنور، لكن مفيش فايده. انت عايز تفضل في الضلمه. شوف زمايلك، شوف زمايلك بقوا ايه؟ اللي مستشار في مجلس الدوله، واللي وزير مفوض، واللي وكيل وزاره، قاضي في الاستئناف، كلهم في مراكز مشرفه، ضمايرهم مرتاحه الا انت. والنهارده لما جات لك الفرصه وفي ايدك مستند لبراءه مظلوم، مش عايز تصحي ضميرك. حكمت على نفسك انك تعيش طول عمرك في الضلمه. انت اللي بتحكمي عليا اني اعيش طول عمري في العذاب. انا عملت كل ده علشانك انت، وكنت هغير حياتي كلها عشان بحبك. ان ما كنتش مصدقاني انا مستعد اتجوزك قلت ايه؟ زي الجلاد اللي هيشنق انسان ويقوله نفسك في ايه؟ شيل الحبل من حوالين رقبتي وبعدين اسالني. ضحكت عليا مره، كفاية. حر؟ اتصرف زي ما عجبك. أنا هسيبك لضميرك.
قبل ما اجيلك عرفت عنك حاجات كتير. ما تحبش اللف والدوران، ودي برضو طريقتي. التعامل معاك واضح ومعروف، على طريقة هات وخد، وده بيريحني. ما بتستخباش ورا برفان القيم والأخلاق، وبكده بنقصر الطريق. ما بحبش أمشي كتير، إيه رأيك؟ آه، لازم حلوة وجذابة، عشان كده جذبتك ليها وعايزاك تهجر حبايبك. لا يا متر، من فتأة دي متاه، انت طول عمرك معانا، لا يوم سألت ولا يوم رجعت في أحكام، دي عشرة عمر. أنا ما اتفاجئتش ولا اتخضيت كده زيك. الناس اللي تكذب وتبيع ضميرهم علشان الفلوس مش كتير عليهم الخيانة. يوسف واحد منهم، واحد من عالم عايشين فيه، وانت بالذات محتك بيهم اكتر مني، بتتعامل معاهم وبتدافع عنهم. ما يهمكش غير المقدم والمؤخر من الاتعاب. ما تزعلش مني، دي احكام المهنة. اسلوب راجل عاطفي مش راجل اعمال. اللي انت بتحبها على انها اخت عادل تبقى خطيبته، هي وعادل مخطوبين لبعض من 3 سنين، رسمت عليك الحب عشان تلعب معاها ضدي. يبقى نلغي العقد ومش هدافع عنه، خليه محبوس وتعذبي لانه بعيد عنك زي ما انا هتعذب لانك بعيد عني. حقنا يا مدحت، اتصرف بسرعه، اعمل معروف. دسوقي راح النيابه وغير اقواله، قال انه خد رشوه علشان يشهد زور. اعمل المستحيل، خد فلوس زي ما انت عاوز. مبروك يا زمد، مدام عاد التحقيق يبقى الافراج مضمون. الظاهر ان الصنف اللي راح للمحامي صنف ما نزلش السوق قبل كده ابدا. صنف دلعني هوا الشباك. اه صدقني، لو ما كانش الهوا شعشع في نغشيش الاستاذ مدحت المحامي ما كانش رضي يمسك القضيه. ده انت حظك حلو قوي، احلى مليون مره من حظ السح الدح مبوه. مين المحامي عن المتهم عادل عزت؟ مدحت شكري عن المتهم عادل ابراهيم عزت. شيء جميل ان يبعث ضمير من جديد، ان يستيقظ بعد غفوة طويلة في قلب انسان، يصحو لينشط ويتحرك ويهتف من اعماقه بان الخير لا ينقرض في النفس البشرية، إنه باق ما دامت الحياة باقية. الضمير شيء روحاني لا يعرف المادة. تقدم الملاحظ دسوقي إلى الجلسة ليعترف أنه قبل الرشوة ليشهد زورا وبهتانا، وهو على يقين أنه سيأخذ جزاء، واعترافه هذا يقلب أركان القضية رأسا على عقب، وأصبح الجاني مجنيا عليه. واسترسل الملاحظ دسوقي في الاعتراف بأن مدير الشركة هو الذي أعطاه الرشوة. لماذا؟ لأن شوكت هو الذي قتل المئاوي الحمودة لأنه هدده بما لديه من مستندات، وكانت مشاجرة بسبب هذه المستندات أودت بحياة المئاوي الحمودة، وكانت فرصة لتستغل مشاجرات عادل مع المئاوي لتلصق به التهمة. وأقدم لكم شاهد إثبات رأى بعينيه شوكت وهو يصعد إلى المجني عليه
قبل حضور عادل. لا تعجبوا، فهو أيضا بعث ضميره من جديد. أنا ما قتلتوش، ما قتلتوش، هو اللي وقع لوحده. الحكم بعد المداولة. مدحت طمني يا نجوى، أنا متأكد من براءته. مش عارفة أشكرك إزاي، بس بالنسبة للأتعاب اللي اتفقنا عليها مش هقدر أدفع حالك. أنا اتنزلت عنها من زمان، وأصبحت أنا اللي مديون لك يا نجوى. ترجعتي الاحترام لنفسي، خلتيني أعرف الطريق اللي كان لازم أمشي فيه. انت حرة الاختيار دلوقتي، مفيش حبل حوالين رقبتك. أشكرك. مبروك يا عادل. خلاص مدحت أكد إنك هتطلع براءة. أنا مش قلت لك عمري ما هسيبك؟ الحقيقة مدحت عمل مجهود كبير، مش عارفة من غيره كنا هنعمل إيه. مالك يا عادل؟ ما قلت لك خلاص هانت إن شاء الله. إجراءات الإفراج مدحت بيقول كفاية. عادل، أنا متشكر قوي على تعبك معايا. أنت والمتر، بس ما افتكرش ان براءتي تساوي الثمن اللي دفعتيه. الثمن؟ الاتعاب. الاتعاب اللي المتر معروف عنه انه بيقبضها، انه ما يترفعش الا اذا كان واخد الثمن اياه مقدم. عادل، انا بالنسبه لي السجن او الموت اهون عليا من البراءه، اللي انا عارف كان ثمنها ايه. ثمن عمره ما كان الا حبي ليك وايماني ببراءتك. وحبك كان فين لما اتفاهمتي مع المتر على الاتعاب؟ مدحت كان عارف انك بريء، وعشان كده دافع عنك. انا كنت بريء وانا جوه السجن، لكن لو طلعت عشت طول عمري في عذاب سجن تاني، سجن جوايا وانت سببه. طول عمرك حابس نفسك في غيره وشك ملهمش اي اساس. حتى دلوقتي ملهمش اساس. ملهمش اساس يا نجوى. مدحت اداني، اداني كتير وما خدش مني حاجة أبدا أبدا يا عادل. بالعكس، أنا ظلمته معايا زي ما أنت ظالمني دلوقتي. اللي داق الظلم ما يعرفش يكون ظالم، واللي عارف الظلم المفروض يعرف إمتى يكون قاضي وإمتى يكون حكمه عادل. محكمة! كنت هايل، طلع براء. لم أعد أدري إن قلبي يخفق مع قلبي، إن صدري يضم صدرا. لقد زرت بين شفتي، لقد تلاشيت بين أحضاني. لم أعد أدري هل أحببت أم أخطأت. لا، لا يا من كنت حبيبي.